أهلا بكم مشاهدي القناة، مرحبا بكم في فيديو جديد خاص بأخبار أولمبياد باريس وأخبار الملاكمة الجزائرية إيمان خليف. وبعد الحملة الشرسة التي تتعرض لها الملاكمة الجزائرية، خاصة بعد فوزها على الملاكمة الإيطالية اليوم، ها هي اللجنة الأولمبية الدولية تنصف الملاكمة إيمان خليف، ونشرت قبل قليل فقط بيانا توضح فيه أنه لا يوجد قضية اسمها ملاكمات غير مؤهلات للمشاركة في المنافسات. وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية التزامها بضمان امتثال جميع الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 لقواعد الأهلية التوافق. إذن اللجنة الأولمبية الدولية ترد الاعتبار للملاكمة إيمان خليف، وإليكم البيان الكامل الذي نشرته اللجنة الأولمبية الدولية. لكل شخص إن الحق في ممارسة الرياضة دون تمييز. يحترم جميع الرياضيين المشاركين في بطولة الملاكمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 لقواعد الأهلية وتسجيل في المنافسة، وكذلك جميع القواعد الطبية المطبقة التي تحددها الوحدة المسؤولة عن الملاكمة لدورة باريس 2024. لقد رأينا في تقارير معلومات مضللة حول رياضيتين تتنافسان في دورة الألعاب الأولمبية. هاتان الرياضيتان تشاركان منذ سنوات عديدة في مسابقات دولية للملاكمة في فئة السيدات، بما في ذلك دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بطولات العالم للاتحاد الدولي للملاكمة، والبطولات التي يوافق عليها EBA. تعرضت هاتان الرياضيتان لقرار مفاجئ وتعسفي من إيبا في نهاية بطولة أو في نهائي بطولة العالم في 2023، تم استبعادهما فجأة دون أي إجراءات قانونية. الهجوم الحالي على هاتين الرياضيتين يستند بالكامل إلى هذا القرار التعسفي الذي اتخذ دون أي إجراءات مناسبة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هؤلاء رياضيتان يشاركن في مسابقات عالية المستوى منذ سنوات عديدة. مثل هذا النهج يتعارض مع الحوكمة الجيدة. تلتزم اللجنة الأولمبية الدولية بحماية حقوق الإنسان لجميع الرياضيين المشاركين في الألعاب الأولمبية، وتشعر اللجنة الأولمبية الدولية بالحزن بسبب سوء المعاملة التي يتعرض لها الرياضيون حاليا. إذن كان هذا بيان اللجنة الأولمبية الدولية في بخصوص قضية الملاكمة الجزائرية إيمان خليف. ما رأيكم في هذا البيان الذي أنصف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف؟ شاركونا أراكم في التعليقات، لا تنسوا الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. شكرا لكم على المشاهدة، إلى فيديو آخر بحول الله.